الأصدقاء. ها ها ها، أنا دودة الحروف، وسنتعلم معا حروف الهجاء العربية. الحرف الثالث عشر، حرف الشين. الشين هو الحرف الثالث عشر من حروف اللغة العربية الهجائية، ويأتي بعد حرف السين. نطق الحركة فقط. شين مفتوحة، شمس. شين مضمومة، شعلة. شين مكسورة، شبل. شين ساكنة، عشب. مواضع كتابة حرف الشين: يأتي حرف الشين في مواضع ثلاث للكلمة فيما يلي: حرف الشين في أول الكلمة، مثال: شراع، شجرة. ويأتي حرف الشين في وسط الكلمة حسب الأشكال التالية، مثال: أشجار، مشط. أما في آخر الكلمة فيأتي حرف الشين حسب الأشكال التالية، مثال: ريش، خفاش. أصدقائي، حلقتنا اليوم وصلت إلى نهايتها، وتعرفتم فيها على حرف الشين ومواضع كتابته وحركاته. أصدقائي، ألقاكم في حلقة جديدة. إلى اللقاء.